كما عرف مذبح رويسو بالجزائر العاصمة توافد عديد المواطنين لذبح أضاحيهم وضمان مراقبتها من طرف البياطلة، ويأتي هذا في إطار الخطة التي وضعتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية التي شددت على فتح المذابح وتوفير كافة الإمكانيات للمواطنين. أحمد رشدي عاد بتالي. رانا اليوم هنا موجودين باش يعني نراقبوا عملية ذبح تاع الأضحية بمناسبة العيد. رانا نشوفوا الحمد لله الاقبال تاع المواطنين اقبال كبير جدا جدا، يعني كل وسائل البياطرة راهو موجودين، وسائل الذبح موجوده، يعني لي مويان ليجيان موجوده، يعني الحمد لله، يعني الديسبوزيتيف يعني النظام اللي وسينا اللي خدمنا عليه راه مطبق في الميدان الحمد لله. بون كاين مواطنين جاوا لهنا باش يقوموا بعمليه النحر تاعهم على مستوى المذبح البلدي اللي سخر كاع الامكانيات البشريه والماديه مع التعاون مع المؤسسة تسيير المذابح، وحنا الرقابة رانا مجندين 5 بياطرة وواحد مفتش صحة، ورانا نقوموا بعملية المراقبة يعني عادية.